السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. درجة الحرارة أو كيف يقوم النحل برفع درجة الحرارة داخل الخلية. دائما أن نسمع هذا الكلام وأن النحل بحاجة إلى درجة حرارة محددة، منها للحفاظ على الحضنة ومنها لرفع الرطوبة عن العسل أو العسل يكون ناضج. سؤال نطرحه، كيف تستطيع النحلة أصلا رفع الحرارة؟ ومن أين تأتي بهذه الحرارة؟ ما هي المواد التي تستهلكها هذه النحلة لرفع درجة الحرارة؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل رشدي زريقي من فلسطين، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا إخواني الكرام. يعني أنا طرحت سؤال قبل فترة تقريبا من أسبوعين أو ثلاثة على المجموعة، وسألت كيف يقوم النحل برفع درجة حرارة الخلية. جاءوا بعض الإخوان إجابات قصيرة وبسيطة، ولكن ما كانت لنا ولا إجابة مفصلة. اللي عنده الإجابة المفصلة لهذا السؤال بيعرف كيف يقوم النحل برفع درجات الحرارة، وما هي يعني نقول المستلزمات لرفع هذه درجات الحرارة. أولا خلينا نجاوب كيف يقوم النحل برفع درجة الحرارة. يقوم النحل برفع درجات الحرارة في داخل الخلية عن طريق إنتاج الحرارة عن طريق العضلات الخاصة بتحريك الأجنحة، فهو يقوم بتحريك هذه العضلات دون تحريك الأجنحة، فيتولد عن هذه العملية التحريك الطاقة. الطاقة هذه الطاقة الحرارية، هذه الطاقة ستختزل أو تتجمع في داخل الخلايا مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة. ولكن بنفس الوقت هذه الطاقة يجب أن يكون لها مصدر. يعني عندما نقول أنه بدنا نحرق أو بدنا ندفع على البنزين أو على السولر أو على كذا، لابد من أن يكون في عندنا سولر أولا حتى نقدر نولد حرارة من السولر. فالنحل يحتاج إلى مادة لحركها حتى يستطيع أنه ينتج منها طاقة. المادة هذه الموجودة عنده هو السكريات، فهو يستهلك كمية من العسل أو من السكريات، ثم عن طريق هذه الحركة تحريك عضلات الأجنحة يقوم بحرق السكر أن ينتج عنه طاقة حرارية. هكذا تتم رفع درجة الحرارة في داخل الإطارات. وطبعا بالإضافة إلى أنه النحل يتكور على نفسه حتى لا تضيع هذه الطاقة. فأحيانا عندما يتكور النحل في البرد الشديد ربما تكون درجات الحرارة أدنى من 10، بيكون وسط هذا التكور في عند الحضنة بتكون درجة الحرارة يعني عالية، تقريبا تصل إلى 34 أو 35. خارج التكور هذا بتكون درجة الحرارة تقريبا يعني ممكن توصل 20-25 إلى آخره. يعني النحل يبقى حي في هذه الحرارة، والحضنة بتكون حصلت على احتياجتها من الحرارة. إذا استمر العنقود هذا بالشكل الطبيعي بدون حركة ربما تصل درجات الحرارة إلى درجات حرارة عليا في داخل العنقود، وتنخفض درجة الحرارة إلى درجات منخفضة كثيرا على خارج العنقود. لذلك النحل دائما حتى وهو في حالة التعنقد بيكون في حالة مستمرة من الحركة. النحل اللي بتوصل درجة حرارته إلى تقريبا يعني 33 أو 34 ينتقل في وسط العنقود، ينتقل إلى خارج العنقود، ثم يدخل من الجزء المكشوف أو الجزء الخارجي للعنقود، بيدخل نحل ويبدأ بنفس العملية اللي كان النحل يعملها في داخل العنقود، وهكذا تستمر العملية
حتى تبقى درجات الحرارة ثابتة في داخل الخلية. فنرجع نقول يعني ما هو الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة من هذا الكلام إنه النحل لا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الخلية إلا بوجود السكريات، سواء كانت عسل أو سواء كانت تغذية سكرية. فالتغذية السكرية ضرورية جدا من أجل أن النحل يتغذى عليها، ليس فقط لإشباع نفسه أو سد جوعه، ولكن هي برضو لاستخدامها في عملية حرق الطاقة وتحويلها إلى حرارة. كمان ملاحظة ثانية، أنه كلما كانت درجات الحرارة أدنى كلما زاد استهلاك النحل للسكريات من أجل تحويلها إلى طاقة. فلو بدنا نأخذ مثلا أرقام افتراضية، لو كان في عندنا خلية مثلا من 10 إطارات، ال10 إطارات هذه فيها 20,000 نحلة، في حالة الظروف الطبيعية أو درجات الحرارة الطبيعية إذا كانت مثلا أكثر من 20، يعني نفترض أنه بده يكون في عندنا 1,000 نحلة أو 2,000 نحلة بتقوم بحرق الطاقة أو بحرق السكريات وتحويلها إلى طاقة. لكن إذا انخفضت، كلما انخفضت درجات الحرارة كلما زاد عدد النحل اللي بيقوم بتحويل السكريات إلى طاقة حرارية، وبالتالي كلما انخفضت درجات الحرارة كلما زاد استهلاك السكر، بغض النظر عن إنه كان في حضنة أو ما في حضنة، فالنحل سيستهلك السكر لاستخدامها في إنتاج الحرارة. لذلك احنا بنرجع بنقول للاخوان، يعني بيقولوا انه النحل لا يموت من البرد ولكن يموت من الجوع. هي الشغلتين مرتبطات في بعض اخوان الكريم. اذا كان في عنا عسل، في عنا حرق للطاقة، في عنا استمرارية في حياة النحل. لكن اذا نفذت العسل او نفذت السكر من الخلية، اذا ما في قدرة عند النحل على انه يرفع درجة حرارة الخلية، وبالتالي سيموت النحل جوعا وبردا معا. يعني مش بس انه بده يموت من الجوع، لا بده يموت من الجوع والبرد، لانه ما في عنده قدرة على تحريك العضلات. تحريك العضلات هذه تحتاج الى طاقة، وكذلك الامر ما في عنده غذاء، فهو بيتعرض الى البرد. اذا نفذت كمية السكر في هذه الحالة يتعرض إلى برد ويتعرض إلى الجوع في نفس الوقت، فلذلك تموت الخلايا بشكل جماعي. تحياتي.